بكم، والكل ردد وأنشد: يا مرحبا بمن وصل، على الرؤوس في المقل، قلوبنا هي المحل وهي فسيح المقعد. هي المبادئ الأخلاقية والمعايير الاجتماعية، لأنها مجموعة من الحقوق الأساسية التي لا يجوز المس بها، وهي مستحقة وأصيلة لكل شخص بمجرد كونه إنسانا، فهي ملازمة لهم بغض النظر عن هويتهم أو مكان وجودهم أو لغتهم. أنا بنت الأعرق وأشرف نسب، أنا كثلة حنة وريحة حلال، أنا المنبع للشرف وأنا المصب، أنا أفويت العبالة وأنا السواد، أنا أفويت العبالة وأنا السواد، أنا علمت الأدب معنى الأدب. طبعا هذه تجربة لاختيار برلمان الطلبة، ضمت 6 مدارس في محافظة نينوى، ومنها اليوم جرت انتخابات في متوسط الشموخ لاختيار ممثلين عنهم في برلمان الطلبة. طبعا هذه تجربة جديدة بعد عام 2003، وإن شاء الله ستعمم على بقية مدارسنا في السنوات المقبلة بإذن الله تعالى، ليكون تمثيل للطلاب والدفاع عن حقوقهم. نهاية طبعا ترسيخ للديمقراطية التي يشهدها بلدنا. خالد الشاهين، معاون مدير عام 2 والشؤون الفنية. حقيقة كانت النتائج متقاربة بين الطلبة، وكانت النتائج إيجابية جدا، بحيث شارك أغلب الطلبة في الانتخابات. شعبان عطيه اللي هي بمدير قسم الإشراف الاختصاصي. أقامت متوسطة الشموخ للبنين احتفال انتخاب برلمان الطلبة لحقوق الإنسان، حيث تمت عملية انتخاب بكل شفافية وبحضور جميع أعضاء حقوق الإنسان ومجلس الآباء، مدير المدرسة علي عماد الدين يحيى.